ايام قليله جدا، ومش هقول ينتهي فصل الصيف، ولكن هقول ينتهي المصيف بمفهومه التقليدي. يعني كلنا عارفين ان دخول فصل او دخول بدايه الدراسه في مصر بتعلن يعني نهايه موسم المصايف في مصر. امبارح كنا اتكلمنا عن النوستالجيا المرتبطه بالاماكن الخاصه بالمصايف، وكان سؤالنا ايه اكتر مصيف كنت بتحبه وفاكره من زمان ومرتبط بيه، وكان اجابات حضراتكم ملهمه جدا، من فايد وبورسعيد للعجمي لبلطيم. سمعنا كل المصريين وذكرياتهم اللي اتكلمت عن هذا الامر. النهارده سؤالنا ربما يكون في نفس السياق ومرتبط بنفس الارتباط. النوستالجيا هو مفهوم بيعبر عن الحنين للماضي، وحنيننا للماضي النهارده بيتكلم عن الاكله. الاكله اللي انت كنت بتاكلها على البحر. ايه هي الاكله اللي كنت بتاكلها على البحر وانت صغير ونفسك مره تانية ترجع هذه الايام وتفتكر هذه الايام الجميله، ونقدر نقول انها يعني ايه مرتبطه بخيالك او بذكرياتك مع المصيف. ايه هي بالنسبه لك يا بسام؟ انا الاكله دي كنت باكلها ولسه باكلها عادي خالص، ما يعني ما انتهتش بالنسبه لي. لا لا لا، دايما واحنا على البحر كده بنلاقي دايما في راجل معدي معاه حاجات كتيره قوي، معاه جندوفلي، فريسكا، ايه تاني الحاجات اللي هي ام الخلول، وغير كده لا الحاجات السمسميه، مش عارفه ايه الحاجات دي. ها مين عايز ايه؟ والترمس، برافو عليك. مين عايز ايه؟ لا انا من الحاجات اللي انا كنت دايما باكلها وبحبها جدا هي طبق الجندوفلي. كنت بتكسف قوي قوي لان انا كنت الطبق ده ما بيكفنيش، ومثلا لو حد جه كل معايا ببقى عايز طبق تاني، فمكسوفه ان انا اطلب تاني عشان الناس هتقول عليا ايه وانا على البحر، انا مش جايه اكل يعني، انا جايه المفروض اعوم واستمتع بالميه. لكن انا كنت بحب طبق الجندوفلي ده جدا. عفوا، بالذات اللي بتعصر عليه كده الليمون، حاجه تانية خالص. النهارده بقى في حاجات مختلفه كتير، وبقى في طبق الكابوريا، وبقى في حاجات كده زيادات بقت بتحصل، لكن هو هيبقى طبق الجندوفلي بالنسبه لي هو الحاجه اللي بتحسسني انا في المصيف، انا مبسوطه، انا عايزه بجد باكله زي يعني زي الترمس بقى. فاهم؟ طبعا انا مش بعيد عنك على فكره. انت بقى كنت انا عندي حاجه يعني انا بعتبر ان فيها ريحه اليود او ريحه البحر اللي هي ام الخلول. ام الخلول شبه جدا، هي نفس الكلام، هي يعني تقريبا نفس. انا اصلا كنت بتلخبط بينهم، انا كنت فاكراهم واحد. لا هم مختلفين شويه، وهم الاثنين بيصطادوهم من بلطيم والبرولوس وبيبيعوهم بقى في اسكندريه وباقي المصايف يعني. لكن هو الموطن الرئيسي لصيدهم هم بتوع بحر متوسط، وبيصطادوهم وبيصدروهم بقى يعني بيبيعوهم كده، وبيعتبروهم يعني هم المصدر الرئيسي للرزق هناك، وبيعتبروهم ايضا من الحاجات المهمه جدا. قريت كمان عن فوائدها، لقيت فوائدها عاليه جدا جدا جدا، بس مشكلتها ان هي غلط لمرضى الضغط لان هي فيها ملح كتير، لكن هي مليئه بالمعادن وبالمغنيسيوم والبوتاسيوم فعلا. حتى وهي اصليه بتعتبر نيه شويه، بتتاكل بتتسلق بس يعني بتعتبر او بتتعمل كده نيه مع ليمون، بس برضو بحسها يعني فيها فعلا فوائد. طبعا فيها فوائد كبيره جدا. ازاي بقى؟ اي حاجه جايه من البحر فيها فوائد. طب ده حلو قوي الموضوع، ربنا ما خلقش حاجه بالذات البحر يا جماعه ما اكلناهاش على الفاضي يعني. لا 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 خالص خالص. فهو القصد يعني انها من الحاجات المرتبطه كانت بمصايفنا زمان، مش لاقيها دلوقتي برضو قوي يعني زي ما انت قلتي. يا اما فاكر انت الايس كريم بتاع زمان ده اللي كان في كوبايه؟ طبعا كان تقريبا بربع جنيه حاجه كده، وكنت تفتحه دايما تلاقي فيه زيه يعني، تكسب يعني، كنت بربع جنيه تاكل اتنين تلاته منه. أي. اللي هو كان مقسوم شوكولاته وفانيليا ده انا طبعا مش فاكره اسمه ايه، بس يعني ده كان بيتجاب من السوبر ماركت يعني، ونروح برده ناكله واحنا رايحين البحر او كده. كانت من الحاجات العلامات اللي كانت بتفكرنا بالمصيف زمان. ده حقيقي. في حاجات كتيره قوي كده احنا فعلا ارتبطنا بيها، وهي دي اللي بتحسسنا انه الله يعني هو ده النهارده. بيبقى في كمان حاجات او يعني اختيارات لطيفه قوي للاطفال. أي. ممكن ان هم يروحوا ياكلوا ايس كريم بقى مش عارفه بقى على شكل مانجا بطيخه فيها العصير بتاعها، مش عارفه ايه الحاجات اللطيفه قوي. المواضيع اتطورت جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. بس تظل البساطه هي العنوان الاهم والابرز في اي مصيف. يعني انا كنت بتكلم امبارح مع بسانت عن ذكرياتنا،
ربما ذكرنا العجمي والبساطه اللي كانت فيه، المواضيع ما كانتش، ما كناش بنشوف بقى البادي بيلدينج والبواريك الفظيعه والميك اب الرهيب وكل واحد لابس لي جنزير قد كده مصطفى من دايما وحاجات عجيبه عجيبه في الساحل. يا جماعه المواضيع ليها علاقه بالبساطه، يعني فلسفه المصيف انك تشوف الناس بسيطه، زي ما قلنا امبارح الراكت، الفولي بول، الناس اللي كانت بتطير طياره ورق، الطاوله والزهره وهو بيتعمل التفاصيل الحلوه دي، انا بالنسبه لي هي المصيف مش ال طيب. انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، دي الاكلات اللي احنا كنا بناكلها على البحر، هسالك بقى سؤال بره شويه البحر، كنت بتاكل ايه بقى لما تروح؟ لا اكل العادي، المكرونه وبانيه طبعا، بانيه معروفه مكرونه وبانيه طبعا، ده يعني الاكله الرسميه في كل المصايف، وكان المنتزه هو يعني المصيف الرئيسي، وبعد كده لما كبرنا شويه وبقينا يعني ايه العجمي ده كان البدايات، وهو فهي بتظل برضو المواضيع كانت برضو زي ما بقول لك في اطار البساطه، وما كانش فيها التكلف المبتذل اللي موجود دلوقتي، واللي يمكن بالمناسبه السوشيال ميديا متكلمه عنه كتير وافردت ليه يعني كلام كتير قوي. بس انا حاسه ان الموضوع ابتدى يقل شويه حتى في التكلف في الاكل اللي بقى موجود على البحر، يعني بقينا دلوقتي بنشوف سندوتشات برجر، بقينا نشوف العربيات اللي هي بتبيع حاجات كتيره جدا على البحر، يمكن بحس شويه انه كتير على الصبح ان احنا نصحى الصبح ناكل الساندوتش الكبير ده او البيتزايه دي مثلا، لكن دايما برجع كده لايام زمان، ولسه الحمد لله لغايه دلوقتي الراجل الجميل اللي لما بسمع صوته بنبسط جدا وهو معدي كده وماشي على البلاج زي ما كنا بنقول زمان، ويقول فريسكا جندوفلي فريسكا هو ده الراجل ده، يعني ده صديقنا وده جميل وبنحبه جدا وبنشتري منه الحاجات من واحنا اطفال صغيرين لحد النهارده. ده حقيقي. على اي حال احنا منتظرين اجاباتكم، يا ريت يعني ايه تكلمونا عن ذكرياتكم، الاكله اللي كنتوا بتاكلوها على البحر وانتوا صغيرين، الذكريات الجميله، النوستالجيا، بنتكلم في الحنين للماضي. سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، صفحه صباح الخير يا مصر اللي بالعلامه الزرقاء، منتظرين اجاباتكم عليها، هنستعرضها في خلال حلقه النهارده. صباح على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح عليكم.